ألو تومسون، كان حاسوبنا يراقب الغزلان بدقة، لذا لندعه يقدم تقريره. غزلان تومسون معروفة أيضاً باسم تومي، وهي من أقرباء الظباء، وتعيش في قطعان تحوي 200 حيوان. طولها نحو 60 سنتيمتراً، ويوجد على طول جانبيها خط أسود يميزها. للإناث والذكور قرون، لكن قرون الذكور أجمل. لماذا تسمى غزلان تومسون؟ لقد سميت باسم مستكشف اسكتلندي اسمه تومسون، اكتشفها قبل نحو 120 عاماً. تأكل الأعشاب دائماً، وهذا ليس سهلاً كما يبدو. تأكل الأعشاب؟ هذا يبدو سهلاً للغاية. دقق النظر إذن. أوراق الأعشاب مسلحة بأشواك صغيرة كالإبر تحمل ثاني أكسيد السيليكون. تحتاج الغزلان إلى إجراءات وقائية، تنمو أسنانها بسرعة تآكلها، وهناك معدة متعددة الحجرات تهضم كل شيء مرتين. المكان هنا خطر، تحتاج الحيوانات إلى عيون في مؤخرة رؤوسها. للغزلان شيء بهذه الفعالية، فعيونها تبرز من الجانبين وتتيح لها رؤية ما في الأمام والخلف دون أن تضطر إلى إدارة رؤوسها. عندما يلاحظ أحد غزلان تومي خطراً ما، تتنبه كل الحيوانات. إنها عداءة فائقة السرعة، تصل سرعتها إلى 80 كيلو متراً في الساعة. مذهل، تستطيع مراوغة الفهود التي ظننت أنها أسرع الحيوانات على الأرض. إنها كذلك، ولكن حتى هي لا تستطيع مجاراة انعطافات غزال تومي والتواءاته.